وتوروها على على البلاصة هذه وسير حياتي معها. يعني صراحة المغرب ديالنا كافح، يعني الله يجعل ربي يحفظ البلاد. وهذا البراج، ولكن بالنسبة لهذا البراج هذا ما نقدر انا ندخل ليه، غنصور لكم انا غير من الجنب، يعني ما غاديش ندخل وسط تما فوق عند دروكا كاين الحناش الفاع. يعني هنا فاش كيكون الماء هاكو كيبان لك الحنش كيلعب كيعوم. هذا هو البراج، هذه هي الدار اللي كان ديال العسكري. فين كسي محمد؟ ها هي هذيك السي محمد، فين دوزتي الطفولة ديالك؟ فين كنتي كوزيني؟ ها هي هذه رسالة. هذه هذه هي الغابة، غابة تاهي الزراعة تاهي مع البراج من ورا فاش ونجيزة البراج. هو هذا أنا هنا عرفتي دابا هنا. يا سلام دابا كيبان لك النهار، عرفتي فاش كيجي الخير وكتجي الشتا، عرفتي هاد الدنيا هادي كاملة اللي كتبان، اقسم بالله الا كتبان زربية هادي ديال النوار، هادي كتبان زربية ديال النوار والزرع الطبيعة. يا سلام تعشق 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 انك تجي لهاد البلاصة هادي، عرفتي علاش؟ الله يجعل ربي يرحمنا، الله يجعل ربي يرحمنا. هو احنا بين البراج، هذا هو البراج. يعني هادشي كامل خسرت واحد الميزانية كتيرة، يعني مع مرة هاد البراج هذا استفدت منه السكينة ولا الفلاحة. يعني هنا كان هاد الماء كيتجمع، كانت عند الناس من اللي كانت تكسيفا وكانت كتورد من البراج. هذا هو البراج، يعني للأسف، يعني للأسف، يعني الحمد لله واخا هذا هو البراج. يعني المشروع كان زوين داز زوين، ولكن المشروع فاشل. هو هذا هو يعني شوف الطريقة، عرفتي علاش كان عرفتي دابا اشنو كنحاول نوصل لكم، كنوصل لكم. شوف مثلا هذا، شوف يعني تبارك الله الطريقة ديال الخدمة والطريقة ديال البناء والتصميم، يعني ماشي شي حاجة سهلة. شوف حتى البيتون كيفاش، تبارك الله كيفاش الخدمة ديال البيتون. ها يعني مشروع راه صحيح. انا هو هذا هو البراج، هذه الشبكة مع الحجار، يعني باش حتى لا تعلم ما يقدرش، ولكن لا غالب إلا الله. هذا هو البراج، ولكن ما قدرش أنا نزعل ندخل داخل.
غادي نضطر انني نوقف هنا.